كان بالنسبة لي خسارة صعيبة بزاف، صعيبة بزاف. أكيد أننا ما يمكنناش أننا ندوزو سنة بدون هزيمة، كنا غاديين على واحد سيري ديال النتائج الإيجابية، ولكن ماشي اليوم وماشي بهذا السيناريو، ماشي في وسط الملعب ديالنا حدا الجمهور ديالنا، وخصوصا ماشي وحنا مع فريق اللي لعب 55 دقيقة على ما كنظن أو 50 دقيقة هو منقص. كنظن اللي نقدر نقوله هو أنني نكونوا صريحين، وأنا نكون صريح مع راسي، لكن شي واحد يتلام هو أنا اليوم كنت ضعيف، لأن بغض النظر على أي حاجة يمكن وقعت في الملعب ما يمكن ليه إلا لي نلوم راسي. طري سامبل، أنا بالنسبة لي كنت ضعيف لأن المدرب اللي ما يقدرش يلقى الحلول بغض النظر مرة واحدة أخرى على أي حاجة وقعت سور الكاري ديال 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 الملعب. فكنظن بأن كان ضعيف، أنا كنت ضعيف اليوم لأن كان عليا ألقى الحلول بغض النظر على أي حاجة، لأن الوقت كان كبير بزاف، الوقت كان كبير بزاف. اللي يتلام اليوم هو المدرب ديال المغرب الفاسي هو عبد الربيع. كان علينا أننا نخرجوا، ولكن دابا نقول أمور أخرى. الفتح الرباطي كان عندنا ضرب جزاء واضحة، كان سجلنا هدف فالاب تحيدنا وضرب جزاء واضحة، مقابلة ديال بركان ضرب جزاء واضحة، ديال بوريكا مع الكارديا آخر مقابلة خليه الرجاء آخر مقابلة سي لا ميم شوز، تحيدنا هدف مشروع. ولأني نضيف على حتى البروغراماسيون، أنا ما كنظنش بأن كاين شي فريق كيلعب نهار الجمعة مع سيزر باش نخرجوا من الجامع نجيو ولا غادي ناكلوا ونجيو مباشره ولا. ولعبنا مع سيزر، يلا لعبنا مع سيزر، حنا ما كناش حتى 5 ايام ولا 4 ايام لعبنا مع سيزر. اذا كيفاش نلعبوا مره واحده اخرى مع سيزر؟ اذا تلعب فريق واحد اخر عاوتاني يلعب مع سيزر، ولا حتى الا بغيتي تلعبوا تصعب لنا الامور وتلعبنا مع سيزر وتلعبنا يوم الجمعه بلوتو. حنا لعبنا الحد، ما لعبناش السبت ولا الجمعه، لعبنا الحد، الحد لعبنا ولعبنا مع سيزر. إذا حتى لو بغيتي تعطينا كذلك عاوتاني تعطينا الجمعة، وعلى الأقل ديرنا فالفير، ديرنا راه 4 السوايع في هاد الظروف كتلعب دور إفريقيا كيخصنا ندوزو بمراحل ويوقع لنا بحال اللي وقع لنا اليوم. أكيد أنني ماشي سعيد، ولكن نتوقع بحال هاد الأمور. المقابلة اللي فاتت يمكن ضيعنا جوج ديال النقاط، يمكن لك تفسرها كيف ما بغيتي، ولكن انا عاوتاني بالنسبه لي حاجه متوقعه. علاش؟ لان بكل صراحه الا بغينا نطلعوا وندخلوا في الخانه، وهذا هو لوبجيكتيف ديال عبد الربيع، الا بغينا ندخلوا في الخانه ديال الفرق اللي دابا كاتيجوري نيميرو 1 في المغرب، رجاء، وداد، بركان، الجيش، الفتح، كنظن الا بغينا ندخلوا معاهم خصنا نكونوا سوغ لو بلون مونتال قويين، وهذا الشيء ما كيجيش بين الليل والضحى. هذا عانى، يبان لك شي حوايج اليوم كيف ما يبانوا لي انا حوايج من اول يوم وانا كنبدا بديت مع هاد اللاعبين باش انهم يتطوروا ويدخلوا لهاد الخانه. خصنا الفريق يولي عنده ملعب ديالو، واللي عنده فيستير ديالو، يشعل الضو فوق ما بغى، يطفي الضو فوق ما بغى، يروزي التيران فاش يبغي، يدير اجتماعات فاش يبغي، مكان ان ليو ان فيستير تري امبورطون. لو فيستير تري امبورطون، علاش؟ حيت لو فيستير سي ان ليو دو رونكونتر، ليو دو رونكونتر كيقوي من لا سوليداريتي ولا سينكرونيزاسيون بين اللاعبين. الا كان لاعب كيجي ولا خاص اذا كاين الحمد لله ان شاء الله الرحمن الرحيم في المستقبل رغبه، ورغبه اكيده باش ان المغرب الفاسي يوصل لهذه الامور هذه، وانا على بينه من هذا الشيء، وهذا هو اللي كاين. ما كرهناش هذا الشيء، هذا حنا لو بلوتو بوسيبل يكون، مي راه كاين في المشروع ديالنا ديال الفريق المغرب الفاسي، لو بلوتو بوسيبل المغرب الفاسي يكون عنده الملعب ديالو، يكون عنده المنشآت ديالو، لان الوداد الرجاء على الاقل كيدخلوا لواحد التيران ديالهم، عندهم فيستير ديالهم، بغاو يديروا بروجيكسيون ما كيتحرموش منها، ها؟ بغاو يترينيو بالليل يشعلوا الضوء، بغاو يفزقوا التيران، كيفزقوا التيران. فهمتي كيديروا هاد الامور اللي هي شنو كدير؟ هادو ماشي شي حوايج بصح، لا بالعكس، هادو راه هما اللي كي ان زائد، هادو هما اللي تعطيوك لا بيرفورمانس، هادو هما اللي بغيتي لا بيرفورمانس كيخصك هاد الامور. ما يمكنش انت ما كديرش هاد الامور، داكشي علاش قلت لك باش نتكلاصاو دابا 8 9 10، ما عندناش مشكل،
باش يبقى فريق المغرب فاسي كيف ما كان وكيف ما هذا دائما دو طون زون طون. وي يمكننا نديروا نتيجه بالعمل الجبار ديال التضافر الجامع بما فيهم مره واحده اخرى من الصحافه. ذاك لو كاري ماجيك اللي هضرت عليه في اول يوم، صحافه المسؤولين الجمهور واللاعبين، الحمد لله واخا هادشي هذا يتضافروا الناس كلهم يمشيوا في اتجاه واحد ونتعاونوا هذا. ومره واحده اخرى كنشكر الجميع، ولكن ما يمكنلكش تدخل لهاد الكاتيجوري، ما يمكنلكش تدخل لهاد الكاتيجوري، حيت كاين شي دي باز ما يمكنلكش، إلا ما كانوش تدخل لهاد الكاتيجوري.